الحمد لله على دي كانت من ضمن الحاجات. جيت حصلت بقى المفاوضات في نادي المنصوره. انا كل ده كل شويه اصحى المهندس عادل القيعي اكلمه بالليل واكلمه الصبح، وعملت ايه انا كابتن مش عارف العب في نادي المنصوره. خلاص انت طموحك خلاص قايله بقى. مش عارف. فالمهم رحت بقى نادي المنصوره، رحت الله يرحمه الكابتن حسن مجاهد، قال لي بص يا عم ياسر، تعرف قرار الكابتن حسن مجاهد هيديني 150,000 جنيه هسيبك. 150,000 جنيه؟ والله 150 في الوقت ده رقم. طبعا طبعا. مش هي انا نادي الاهلي عايز يعمل 120 لنادي المنصوره و30 ليا. انا اتنزلت على الفلوس كلها، بس كانت النقطه بقى اللي انت بتاعك عليها اللي جايه دي. ف هنتقابل فين انا والمهندس عدك؟ خلاص انا خدت الاوكي من نادي المنصوره والاستغناء موجوده، كل حاجه جاهزه بقى جاهزه. وقلت لهم انا الشيك بتاعي هدولك انا، ما يبقى خلاص، يبقى خلاص كده. بس عشان خاطري ماشيين. قال لي لا خلاص الاستغناء طلع وموجوده. الاستغناء ده طلع كانها طلع حاجه كبيره قوي وبيطلعوها و20 واحد جاي وراها فروحت لقيت لك. انا قلت جاي ما بين المهندس عدل القيعي ومعاه المهندس ابراهيم المعلم، والله ما انساه. طبعا جاي بعربيته. فهنتقابل فين يا كابتن اسلام؟ هنتقابل في طنطا. فين في طنطا؟ عند السيد البدوي الكشك مكتوب. وانا اول ما رحت شنطه قبل كده يعني اروح امشي وانا ماشي على الطريق اروح الاقي كل موجوده في طنطا اسمها السيد البدوي. اللي على الطريق كلها بينها اروح اقابله فين ده؟ كل ما الاقي السيد البدوي وقف عند كل كشك شويه. والله ما تصدق كل ما اروح مكان الاقي السيد البدوي. لا ده في طرق كلهم السيد البدوي طبعا، ولا في تليفونات ولا بتاع ولا اي حاجه. والله يوم جمعه يا يعني نهار، والله ما انسى صلاتي. وصاحبي ده يقول لي اسمه حموده من اصدقائي يعني، قال لي قلت له قال لي نصلي ونمشي. قلت له يا عم الناس دي لا ترجع تاني، والله هصلي مش مشكله على صف. قال لي صلينا وماشي سبحان الله. لسه ما مش شايف كله سيد البدوي يمين وشمال، بلف باخد الترن لقيتهم راكنين على اليمين. سبحان الله من عند ربنا، من عند ربنا. مشينا ورا بعض ورحنا جزيره الورد، خد الاستغنى وتوكلت على الله. رحت بقى كانت لسه ما رحتش النادي الاهلي، كان عندنا بطوله الالعاب العربيه اللي هي في سوريا. انت كده هم خدوا باشمهندس عدلي.